إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات جلسة التداولات على ارتفاع جماعي، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 3,800,000,000 جنيه، ليغلق عند مستوى 663.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9,984 نقطة، وأغلق عند مستوى 10,048 نقطة، مرتفعا بنسبة 64%. أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ففتح عند مستوى 1,762 نقطة، وأغلق عند 1,781 نقطة، مرتفعا بما نسبته 1.8%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 2,639 نقطة، ليغلق عند مستوى 2,667 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.4%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.62 جنيه للشراء و 18.70 جنيه للبيع. بالنسبة لليورو، فقد وصلت قيمته إلى 19.87 جنيه للشراء و 19.96 جنيه للبيع. بالنسبة للجنيه الاسترليني، فقد وصلت قيمته إلى 23.29 جنيه للشراء و 23.40 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، مقارنة بالجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5.07 جنيه للشراء و 5.09 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي، والذي وصلت قيمته إلى 4.96 جنيه للشراء و 4.98 جنيه للبيع.